الله يهديك يا صهري على هالعملة. حرام، اتركها تروح عن بيت حماها، شو عليه؟ ما بصير يا مرت عمي، ما بصير. هذا كان بيت حماها وهلأ بطل، خلصنا من هالطابوسة، شو أخذها لهنيك؟ اف، وبعدين الله يكون بالعون، انت ناقص رويدة وقصص رويدة. لك آخ يا مرت عمي آخ، الله وكيلك انت فخ قلبي. صهري مريني مرت عمي، شو رأيك تجوزها وتريح حالك؟ ايه ابن عمي، جوزها لرويدة. يا ريت، هو انا طالع بيني شي. الحق معك تقبرني، المشكلة انه ارملة، البنات مع مين فوق؟ كيف الارامة؟ قلتك ارملة. صهري شو رأيك احكي لك مع صفوان، بركي ها بركي بيرضى يتجوزها. صفوان؟ ايه، يعني اذا تجوزته بركي بتجيب لها شقة ولد، منه بتلتهي فيه ومنه بترتاح شوي. يا ريت اخي صفوان يقبل يتجوزها. مرت عمي، هلا صفوان هو قال لك انه له خاطر برويده؟ لا تقبرني، هو ما له خاطر لا برويده ولا بغيرها، بس يعني انت اذا بدك انا بخليه يطابق معنا، شو رايك؟ إيه ليش لا؟ صفوان شاب قبضاي ومعدل ومن لحمه ودمه. يعني احكي معه؟ ايه مرت عمي احكي معه. بس والله خايفه. من شو خايفه؟ يعني يقوم هو يقبل يتجوزها وهي ما توافق تتجوزه، ما بدي يصير معه مثل هذيك المره، ما بدي. لا لا، هاي المره غير هذيك المره مرت عمي، هاي المره انا الامر الناهي بالموضوع، شيء انا ولي امره. اي يعني احكي وقوي قلبي. ايامو احكي انت مع صفوان، ونحن هون بنقنع على رويدة. ايه ولا يهمك، انا بدي اسمعها من جوزك، هو الرجال، هو صاحب الحل والربط. شو قلت مرت عمي؟ قلنا لك احكي، انا الامر الناهي. شيء اختي، انا بعرف انك زعلانه واخذ على خاطرك، بس ما قدرت امسك حالي، فار دمي. الله يسامحك. من قلبك؟ ايه، انا جايبك لاحكي معك بموضوع كتير مهم وبدي اياك تفكري فيه منيح. خير شو في؟ اختي، مثل ما بتعرفي انت صرتي حرمه ارمله، والارمله بينجابها معدله بالحكي كتير. ها، انا لا تحكي شيء، اسمعيني وبعدين احكي. انا عم قول تتجوزي على سنة الله ورسوله، بلكي الله بيكرمك بخلفة وبيهدى بالك وبيهدى بالنا. اخي انا ما بدي اتجوز. لك يا اختي الله يرضى عليك، اسمعيني الاخي، اسمعي، صفوان ابن عمك رايدك على سنة الله ورسوله. اخي كرمال الله، انا من بعد وضح معي فكر برجال كله. يا اختي وضح الله يرحمه. لك اخي اذا بتقطع لي شقف ونتف بتخلط لحمي مع لحمه، لحمي رح يبعد عنه. يعني صفوان خاص ناس؟ لا، كل رجال الدنيا. لك يا اختي، صفوان ابن عمك رايدك، وكان خاطبك وكاتب كتابه عليكي، ولو ما سالم بيك كان لازمه بهي سلمى، كان هلا متجوزك وعندك منه اولاد. برحمة روح ابوك تحت الترام، الله يخليك لك اخي، لبقى تجيب لي هالسيرة. شو هالحكي؟ اسمعي لقلك، بدك تتجوزي ورجلك فوق راسك وصفوان ما غيره، رح بتركك يومين بتفكري منيح وبدك تقولي لي ايه، واذا قلتي لا راسك هاد شايله من محله. انا اقول لرشدي الله يسترك اختي لتجيبي سيره لرشدي. ليش اختي؟ لك اختي بكره بيعلق هو واخوكي من تحت راسي. طيب والحل؟ يعني رح توافقي تتجوزيه لصفوان؟ ما فشر، بموت حالي ولا بتجوزه. بعيد الشر عنك، ان شاء الله هو ولا انتي. انا من بعد وضح تحرم علي رجال الدنيا كلها. يا الله يا اختي، قديش بتحبي لوضح؟ انا وعيت على الدنيا هيك، هو بيحبني وانا بحبه، بس اللي حاسس بقلبي اني ظلمته قبل ما يروح على خد عسكر، مشان نبيها الله يرحمها. صحيح اختي، شو قصة نبيها؟ الله يرحمها، مظلومة نبيها. هي 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 هي
هي هي هي هي هي هي هي لك أمي هي بدها إياك تتجوز. هي قالت؟ إيه هي هيك قالت. معناتها عفاف ما لم فكر فيني ابنه. منيح اللي ما لمحت الا وتحركشتها. ايه شو علي؟ بدي روح لعند مشاهير خليها تاخذ اخواتي وتروح على بيت ابو خير ويعزلوه وينظفوه. جوز الجماعه بهالكم يوم يجوا ما حلو يأمنوا فينا. لكان هلا بيكون شارد وعم بيفكر فيها وبده ينظف لهم البيت كمان. ما بيكفي رح تاخده مني. ليش هو امتى كان إلي؟ قال بتجوزني. قال على أساس حدا عتبان عليها. عاوزة شيء؟ لا أسلم. يلا بخاطر. يا جماعة الحالة ولا بختار ما بتترك. ايه والله. ولازم كمان نعين عدول وتلعب عدول. ايه هلا إذا واحد فيكم بشوف حاله قد المخترة يحكي، لأنكم أنتم على ضوات الحالة ومن باب أولى بختار كل واحد بيناتكم. طالما قضيت فيه ما له خاطر بالمخترة إلا إذا غيرت رأيك. لا والله شيخي مغير رأيي. شيخي خلينا نأجل هالموضوع كم يوم لبين ما يرجع هاشم أفندي أبو خير. بركي بيستلم المخترة أو بيصير عضو بدال أبو عبدو. يحرز دينك، شلون ما أجى ببالي هاشم أفندي؟ خلص عمي، معناتها منأجل الموضوع ليجي أبو خيره. وبتصيروا تلعبوا أنتوا ورويدة وبتعلمنا لعبات جديدة؟ لكان وبتصير تحكي لنا حكايات، مو هيك يا عمو؟ طبعاً تحكي لكم حكايات وتجيب لكم بوكو صغير وتصيروا وتلعبوا. لا 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 بدنا اثنين، واحد إلي واحد لزكية. مو مش عن شي، مش عم نتخانق. تكرم عينك، خلص بس تجي بقلها تجيب اثنين. بس بدرية قالت لي بس اتجوز رح أجيب بوبو. ليش لهلا ما إجاني بوبو؟ لك شو بدك بهالشغلة؟ انت اذا بدك تجيبي بوبو لازم تحبلي، واذا حبلتي لازم تولدي، والولاده صعبه صعبه كثير. يا مو انت عم تكذبي عليها مو هيك؟ فرشي شلون يعني؟ لك يا جده يعني بشقوا لك بطنك بالسكين وبصير هالدم ينفر نفر، بعدين بيطلعوا البوبو. بس بجوز تموتي وتروحي فيها، بس عادي يعني. لا ايوه بعد شر عني، بعد شر عني، شو بدي بهالشغله؟ ها شفتي نحن خايفين عليك، مشان هيك مين ما سألك ليش صفوان تجوز رويدة بتقولي لهم أنا ضليت زن عليه، ضليت زن عليه لحتى تجوز. إيه بس خالي سالم ما بقول له هيك. كل القصة مشان خالك سالم. وليش يا بعدي ما بدك تقولي له؟ مشان ما يفكر إنه صفوان يتجوز لأنه زعلان مني، مو الزلمة لما بيزعل من مرته بيتجوز وحدة تانية؟ لا تقبلين، لا تخافي، ما رح يفكر هيك. أنت قولي له مثل ما علمتك وما عليكي منه.